باش نحكي على حديث الخبز نحب عايشكم ترحم. عايشكم شويه سي محمد، عايشكم شويه ما نعملوش حس، عايشكم باش نسمعوا نحترموا شهاده سي محمد بوزيان. تفضل سي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ما نجمش نحكي على احداث الخبز قبل ما نترحم على شهداء الوطن وشهداء انتفاضه الخبز 3 جانفي 84. انتفاضه 3 جانفي 84 انا نشوف هي اللي مهدت الانتفاضة 2011. نحب نتوجه بتحية لهيئة الحقيقة والكرم. أنا كنت في هاو يعرفوا زملائي، كنت في كروسة ما نمشيش، وهاكم تشوفوا حتى في كلامي معناها يعالجوا فيا 4 طب في هيئة الحقيقة والكرامة، معناها عرضوني عليهم. نحب نحييهم اللي معناها عملوا هالوحدة الطبية وعالجوا الضحايا وعملوا برشا تدخلات. هذا حاجة. نحب نحكي ما الحكومة في 84 كانت حكومة خيخ، حكومة خايفة. كيفاش؟ وقعت قبل في مصر، وقعت قبل في المغرب، ما اعتبروش، ما اعتبروش منها. في 84 الخبز راهو كان هو حياة المسحوقين، كان هو المفتحات، كان هو الديسير، وكان هو الخاتم. من 80 ل 170 مالا في الوقت هذا مقداش ناكلوه. لو كان مش مناضلي حدث 3 الخبز شعب كامل، شعب كامل انتفض، شعب كامل جميع الولايات انتفضت. مش كان معناها هو ومعناها فهمتني. كانك الكلمة اللي قالها بورقيبة، رجعنا نرجع فين كنا إلا ما دفعنا ثمن غالي، إلا ما دفعنا ثمن غالي وغالي غالي. نقول لكم غالي غالي. خليني نحكيك كيفاش أنا تشديت. أنا في وقت اللي وصلت الانتفاضة لتونس معناها ما كانش فيسبوك وما كانش معناها تواصل اجتماعي، معناها فهمتني ولا كانت تتنقل الوحدة فهمتني ولا المعلومات معناها فهمتني حتى شلين وصلتنا للكرم. بالمناسبة نحيي أبناء الكرم، هذه الجهة المناضلة، هذه الجهة المهمشة، هذه الجهة ما قدموش حتى ملف الهيئة الحقيقة والكرامة كجهة مهمشة، ما قدموا ليش لتو، قدموا ليش بس تعرف معناها المسؤولين علاش يجروا، ما قدموش حتى ملف الجهة كانها مهمشة وقدمت، قدمت عديد الشهداء في أحداث الخبز في ثورة 2014، قدمت عديد الشهداء وحتى حد معناها مقدم لها ملف لهيئة الحقيقة والكرامة كجهة مهمشة وكجهة معناها. أنا تشديت، كنت حاضر، كنت حاضر على جوز الأخت اللي تحدثت توا لطيفة حمادي، كنت حاضر، كنا 3 من الناس واقفين في النهاية في ناش حيدر، ناش حيدر معناها ناش قميص بسعيد، هو أما يشق ناش حيدر، كنا واقفين في ناش حيدر على الراس على الخط هيك، وكانت كهرباء معناها نتاع باب وحيده، وثم زوز دبابات والكهرباء نتاع الباب هذوما زوز دبابات في بلاصه الجنينه هكا
كسانيه كبيره فهمتني ولا لا، حاطين فيها وتراب معناه، حاطين فيها كيس دبابات. هو الكرم نتاع الباب معناها في الكياس، حتى 84 كل كياس راهي منطقه الكرم تبعد على الـ على الـ على القصر كارتاج اللي ما يعرفهاش تقريبا فهمتني ولا زوز كيلومتر تقريبا هكا. كانت ناجي نحكيكم عليها هذا ناجي خميس بن سعيد، كان معناها فهمتني في 84 كانت ترى مش مكيس، كانت معناها الدبابات هكاك فهمتني ولا. كنا احنا معناها نتفرجوا في الدبابات كيفاش والطيارات الفوق معناها فهمتني ولا تضرب في الكرتوش. فما حتى نستحضر اسمه مراد، في مراد لا مش مراد العياري، مراد هذا الولد مراد من الكرم فهمتني ولا، الطياره ضربته بكرتوش فهمت، مراد ولد فراس، ولد فراس ضربها الطياره ضربته بكرتوشه معناها رفال معناها فهمت. انا كنت حاضر على جوز شهيد حبيب، كنت معناها واقفين ثلاثه من الناس باشاره معناها باش نقول الحقيقه فهمتني. ثم مرة معناها في الحي نتاعنا ما عندناش، احنا في الحي نتاعنا ما عندناش راه باش نقول لكم ما عندناش لا معناها لا بنك لا مستودع بلدي، تو عملوا مستودع بلدي لا معناها ما باش تحس عليه معناها فهمتني، باش تحس عليه معناها ما ثماش، ما عندناش. كانت العباد تسكن في القصدير معناها ما عندنا بنك لا عندنا معناها بلديه لا عندنا مركز لا عندنا معناها كل هذا في الـ في الـ في الكرم الشرقي. بشارة غير أخلاقية عملتها المرأة هذه للعون نتاع الباب، هذا العون نتاع الباب عملت له مرأة بشارة لا غير أخلاقية الحق نقوله. كي عنده هو الشتاير جبدها باش يضرب في المرأة، باش يضرب في المرأة، أنا كيما عشتها كيما عشتها بالضبط باش يضرب في المرأة. قعد على ركبة ونص، قعد على ركبة ونص وشدك الوحدة وقام نسخبوها مسخبناش باش يضرب، احنا خاطر ما فما شيء ما فماش ما يستدعي معناها فهمتني ولا باش يضرب بالكرتوش هذيك ولا معناها فهمتني ولا. هات المرأة هي واكا كيمي انا هكا عملت هكا في دارها واحنا واقفين مع الناس هكا فهمت، ثلاثة من الناس احنا ثلاثة من الناس، حبيب وعم فرج هذا يا كريم نسيب حبيب نسيب حبيب والعبد لله واقفين. كنت يمكن انا كنت نكون في بلاصه حبيب، يمكن كنت نكون زاده في 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 نفس مكان عم فرج، لكن ربي معناها كيما يقول لك معناها يفرز، انا كتب لي شيء اخر فهمتني وهما كتب لهم حاجه اخرى. الكرتوشه هذيك ضرب، وقت اللي ضربت كرتوشه بركه، كرتوشه بركه تحوا بها زوز، تح بها حبيب كان مضرور ياسر وكنت انا معاه ما نجمتش حبيب نهزه فهمتي، ما نجمتش نحمله فهمتي، انا صغير وقت عمري 20 سنه ما نجمتش نهزه فهمت، وشفت الدم معناه خفت معناه الضربه جات في ساقه لهنا في الفخذ في الفخذ الفخذ مشت مشت وعم فرج تحبت من الفخذ من الفخذ والله الكبير نتاع النحاس نخزر له في الركبه معناه نخزر له نخزر له في الركبه باش كيفاش اصفر معناها هو الضربه فهمني. هذا عم فرش حملته النجم حملته معناها فهمتني ماهوش معناها مش مضروري ياسر فهمتني، حملته وهزيته حطيته في الحوش نتاعو الدار احنا في النهج معناها في الدار هكاك. وعندنا اسمه ولد معناها يعيش في فرنسا جاب كرهبته وتوجهنا معناها هزيناه من الزوز حملناه وحطيناه في الكراب وهزيناه من المستوصف المستشفى خير الدين في خير الدين. حبيب ديريكت عدوه لتونس جوز لطيف عدوه لتونس حاله خطيره معناها ساقو منيت كما قلت لكم. وقعدت انا مع فرج هذيك يعالجوا فيه نحوا له اكل بافير معناها وخلوه حتى لليل حتى لليل معناها باش بس سيبوه. انا روحت ما الكفر فيه والواحد فهمتني ولا روحت فهمتني ولا وقتي روحت وصلت للدار معناها نلقى معناها حضبة غاديكة ثم وكيل الجمهورية ولا ما نعرفش معناها فهمتني ولا جاء يشوف معناها كيف تربوها. أنا اندفعت معناها قلت له أنا حاضر عليه ما أنا معاه فهمتني ولا
قلت له راهو قعد على ركبه ونص، راهو قعد على ركبه ونص وراهو قمرها. ما حكيت لك بإشارة الأخلاقية، قلت له عملتها المرأة فهمني، ومعها جماعة أخرين سيفيل فهمتني، ومعها حتى الشرطية نتاع الباب هذو. روحت معناها فهمتني ولا في غديك قدام الدار، دخلت لداري روحت معناها حاجة عادية فهمتني ولا. دخلت الدار ما رعاني معناها تقريبا بعد 10 ولا 15 دقيقة فهمتني ولا، دهموني في الدار رئيس البلدية اللي هو نسيته ماشي، رئيس بلدية وقتها رئيس البلدية معناش بلدية في الكرم حق الواد، معناه رئيس بلدية حق الواد، نستحضر اسمه لا 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 ما نحبش نظلم الناس فهمت. عسيلو له السيد هذا رئيس بلدية وفرقة الباب الكهرباء نتاع الباب، وقلت هي قدام الدار ما كيحلوا الباب طلعوني فهمتني ولا. شوف دهموني هاك الفرقة هذيك نتاع الباب وحلوا الباب، خرجت معاهم هزوني فهمتني، حطوا حلوا الباب نتاع الكهرباء. وقت اللي جات في طالع في الكهرباء الفرد نتاع رئيس البلدية أبيض، عاطينهم فرودة أبيض، فرد أبيض أنا خالد فرحات تقريبا هكا، رئيس البلدية خالد فرحات تقريبا هكا، رئيس البلدية اسمه خالد فرحات، عنده فرد أبيض ما نعرفش أنا متاع لعب متاع واحد، ما أمل إني أكده لكم إنه فرد أبيض، المنظر متاعه أبيض. هذاك شده هو هكا شده وعطاني لهنا على رأسي، وقتها ما عادش فقدت الوعي معناها، طلعوني في الكهرباء نلقى روحي في مركز الكرم الغربي، نلقى روحي في مركز، بقيت في مركز الكرم الغربي انا الاولاد توفرت قضيه معاهم، فرد قضيه احدى نتاع الكرم، فرد قضيه معاهم عاملين لي زوز قضايا فهمني، لكن انا بقيت في الكرم ما حضرتش معاهم الاولاد، كنت في حطوني في الكرم قعدت اسبوع في مركز الكرم في جيار غاديك في جيار أسبوع. بعد نسمع فيهم قالوا هذا شامل عندنا لهنا فهمتني ولا، هزوني كلموا فرقة جات هزتني فرقة ناج أم كلثوم، ناج أم كلثوم هذا الفرقة هذه في ناج أم كلثوم. وقت اللي خرجت أنا منها خزرت البلاكة معناها فهمتني ولا، هزوني جاو هزوني ثم حكيك كيفاش هزوني، خزرت البلاكة مكتوب فيها ناج أم كلثوم في 84 في تونس، ها هزوني غاديك زاد فهمتني ولا، قعدت تقريبا حكيت اسبوع اخر فهمتني، عملوا لي محضر معناها كوني المشاركه والتجمهر. وقت اللي تقريبا باش يعدوني باك المحضر هذاك ولا كانت فوق ما نعرفش شنو اللي صار بالضبط، جاتهم فرقه مقاومه الجرم تاع الداخلية، فرقة مقاومة الجرم خذوني منهم وهزوا كل الملف اللي عملوه لي غديك في الفرقة تاع أم كلثوم، قطعوه هذاك هزوه قطعوه، كيف وصلنا للداخلية قطعوه. كيفاش هزوني على ساقي من الفرقة، هي مش بعيدة فهمت، من الفرقة هذيك هزوني مسلسل في سلسل أنا وزوز أخرين فهمتني، هزونا في سلسلة هكا طويلة معناها مش شكل ميسنوط، لا السلسلة الأخرى طويلة يقودوا فينا وإحنا نمشي وراه، واحد آخر يمشي ورانا على ساقينا، حتى شنو نوصلنا فهمتني للداخلية فهمتني ولا لا، طلعوني يعني عايز قلت لكم قطعوه. قلت لهم أنا كي دخلوني الداخلية البيرة، قلت لهم ما زلت ما ريتش الأولاد معناها ما شفتهمش، قلت لهم معناها المحضر معناها وباحثيني معناها وكل شيء. قال لي محضر والله كيما هذا محضر، هو قال لي قطعوك المحرض هذاك وضربني في وسط البير ولوته، ضربني هذايا عام خميس وعام المولدي كافي هما اللي اللوت ضربوني، كسروا لي الخشم نتاعي والاركات هذه تحلت. هذاك معناه حكيت الربع ساعة اللي دخلوني فيها البيرو
وهزوني للداخليه الفوق فيها طاق، نلقى الاولاد هذا الكل، نلقاهم الاولاد المضروب، شفت معناه الاولاد معناه شيء لدوفرهم قلعه، فهمتني باش نقول لك شيء معناه ما يتحكيش اصلا، ما يتحكيش. بعد جوني هزوني انا ولد داخل، ما نحبش نذكر اسمه، انا ذكرته لكم في الـ الـ في الجلسه السريه، ما نحبش نذكر اسمه. هزوني انا وطلعوني، حطوه حلقوه، ربي سمح. تعرفوا ايش عملوا له؟ قارورة دخرجوها بي، انا شفت الدم معناه خارج منه، شفت منه الدم خارج منه، قارورة معناه. كان المنظر هذاك رهيب معناه، رهبوني فهمت، كان المنظر رهيب. كنت انا اصغر منه، هو اكبر كبير في العمر شوي. بعد علقوني انا معناه، علقوني ضربوا معناه. تو باش نقول لكم ندعي البطوله معناها، فهمتي ولا نقول ما قريتش ولا معناها، مش قريت معناها، اللي حبوا عليه قلته معناها، فهمتي ولا اللي حبوا عليه معناها، فهمتي عملوه وسيبوني برك ولا كيفاش يسوني ولا علقوني ضربوها كيما قلت لكم. وقت اللي هبطت هبطوني قالوا لي قوم اجري، كل الوحده خليك اجري. ما نجمش انا نقوم، بالحق ما نجمش نقوم، الله يسامحك يا عم خميس، ما نجمش نقوم. كيف ما نجمش نقوم؟ ضربني بالعصا باش نقوم، الضربه جاتني معناها فهمتي ولا جات في ساقي هذي بالضبط يعني. كيما ظهرت الضربه قوت معناها نجي باش نجري، رخت ساقي رخت بيا على البلاصه معناها، ما نجمتش نجري فهمتي، قعدت نلوح هكاك. حتى الاولاد كان يقولوا معناها جابوا لي زهر وطلعوني فيها من غادي، ما نجمش نمشي. ما عالجوا ليش، ما هزونيش للسبيطار معناها، عدوني قعدت تقريبا حكيت شهر واش معناها. الاولاد الكل حتى شلين معناها يتنحك اثار التعذيب فهمتني، ويخفوا الاولاد معناها فهمتني، شر وتقريب فهمتني 10 ايام من بعد عدونا. واحنا في القرجاني وقتها، القرجاني ما تماش بوشوشه في وقتها، القرجاني عدونا معناه باش تحت، لكن الاثار قعدت. انا واحد من الناس كيف طلعوني للتحقيق، عملوا لي زوز قضايا، والله زوز قضايا ما علمت ما نعرفش عليهم، خاطر هما كتبوا حدهم يحطك تقول لك صح ولا يصح وحدهم ولا مش حلمت بين في الحاكم التحقيق، عرفت لي انا اللي ما متعدي على القضايا دو ما يقول لكش معناها فهمتي ولا في تحقيق. لكن تحقيق تحقيق زو تحقيقات، تحقيق الاول وتحقيق الحادث، عدوني عليهم تحقيق الحادث وريته معناها اثار التعذيب خلاف الضرب معناها بالكاوتش ومعناها بالكرباش، توريت التراس، شاف التراس معناها ما لقاش ما هربش المحامي واقف فهمتني ولا لا، وما لقاش. عطاني صراحة. سي تحقيق الأولاني محمد بوكرتوغن، نتذكر اسمه كيما هكا تو، بعثني للحبس مع الأولاد الكل بتقديد. في الحبس كانت محاكمات، شو باش نقول لكم، كانت محاكمات جاهزة. أنا المحامي نتاعنا أنا كانوا أنا ما نعرفوش تو، ما قابلتوش معناها، وما ندريش عليه حي ولا ميت، الله يرحمه، كانوا حي، ربي فضلوا الصغار ويرحم والدي.
وكانوا توفى. يا ربي يخفف علي، يا ربي يا ربي يرحم، يا ربي يرحم، يا ربي يرحم. وبالمناسبة نحب نتوجه تحية للأخت راضية نصر، كانت أحد المحامين، يعني الخبز كانت أحد المحامين اللي قاطعوا جلسات المحاكمة، قاطعها. وأنا علاش قلت لكم نحب نترحم على الأستاذ محمد صالح الحمدي، كانوا حي كما قلت لكم. رجع الفلوس للباب، قال له أنا ما نجمش الرافعة، ما نجمش الرافعة في قضية حكم مجاز، قراءة الأدلة والبراءة عندي، وولدك راهم زيت. رجع الفلوس. هذا علاش قلت لكم معناها كانوا الله يرحم، كانوا حي الله ينعموا وربي يفضلوا، وكان توفى الله يرحم. حاكمنا كانت محاكمات معناها كما تقر ذكر تقرير 10 إعدامات تقريبا، 10 إعدامات تقريبا. وكانت معناها أحكام غير نزيهة. هو لو كان جاء بورقيبة عادل، لو كان جاء بورقيبة عادل راهو حاط الشعب الكل التونسي في الحبس، راهو حاط الشعب الكل التونسي في الحبس، راهو حاط من الناس الكل، الحاكم العباد الكل حاطها في الحبس. الشعب التونسي، خاطر الشعب التونسي الكل انتفض جميع الولايات. مشكلة هذه حكاية معناها تخص ولاية ولا تخص جميع الولايات في تونس، فهمتني؟ انتفضت جميع شرائح المجتمع التونسي الكل، انتفضت في عداد الخبز. هذه معناها كانت حكاية معناها هزونا لسجن نادور بن زرد، في سجن نادور بن زرد. والله لي شاهدته وشفته وعشته، حاجات لا ما هيش إنسانية وما هيش إخلاقية. تعرف احنا راقدين حدات الخبز، احنا مسكنين اللي تربط المناضلين والناس، هاني خاطف الناس الكل يعرفوا معناه. ثم سكنونا، فكر احنا نقولوا بيوت مكيفة. علاش بيوت مكيفة؟ لأن البشر ما ينجمش يقف فيها هكا، مش يقف هكا، لا علو هكا كما نقول. يعرفوهم السياسيين ويعرفوهم، فهمتي ولا اللي تربطوا غادي ويعرفوهم. احنا البيوت هذوك ما احنا فيهم 30 واحد تقريبا، البيوت هذوك اللي تعرفوهم 30 واحد حاطين. شنو معناه؟ شنو معناها احنا راقدين في الليل وانت تجي تحل الباب؟ ولاد صغار، شباب في عمر زهور، شباب راهو 16، انا نحكي لكم عمر 20، راهو فما 16 و17 سنه. في النادور ماكش عارف شو معناها. راهو حطونا مع ناس في الليلة هذيك، فيقونا وقومنا في الليل. علاش في الليل؟ علاش في الليل؟ شنو اللي صار؟ شفما هزونا وفكتونا على الشنابر، على الكراكة، للكراكة هزونا. شفيش نقولكم؟ شفيش نقولكم يا خيان؟ يراي ليلى كينا في الجحيم، كينا في الجحيم ليلى. هذا معناه حكومة، علاش قلت لكم حكومة بورقيبة؟ هاو معناها سرنا حدات الخبز، سرنا، هاو معناها باش تعرفوا التاريخ. هنا ما عندي لاني معناها لاني كما يقولوا فيها سياسي، يعني معناها مواطن عشت في البلاد هذه. هاو باش تعرفوا تاريخ تونس، معناها باش تعرفوا بورقيبة اللي اعطى الامر هو باش يقتل شعبه. 200 يقول لك قاتل نفس، ربي يقول لك سبحانه وتعالى يقول لك من قتل نفسا كان ما قتل النفس جميعا. هذا 200 ولا اكثر، 200 روح ولا اكثر. كيفاش تحاسب عليهم؟ كيفاش تحاسب عليهم؟ اليوم تقول لي بورقيبه وتقول لي
خلي انا ما نحبش ندخل في حاجات اخرى، مانيش خايف. اما حاجات هذه ما نفهمش فيها وما ما نعرفهاش. سي محمد شنو هي طلباتك؟ والله طلباتي، احنا طلباتي كل شيء، انكم انتوما هي الحقيقه والكرم ترفعوا عنا هالمظلمه هذه، هالمظلمه اللي يصلوا لي تت على حدث 3/84. هذا واحد، احنا مدين يدينا للمصالح، ماذا رافضين راهو معناها ما نحبوا نحطوا حتى حد في الحبس ولا من نشكو بيه ولا معناها احنا مدين يدينا للمصالح، احنا نحبوا كشف الحقيقه. كشف الحقيقة والمساءلة والمحاسبة تحت إشراف هيئة الحقيقة والكرم. والسلام عليكم.